قصة قبيلة تغلب تمتد من الجاهلية إلى الإسلام، وتتخذ طابعا أسطوريا في المخيال العربي، فقد ارتبطت بشعراء عظام وبمعلقات وبحروب طاحنة في العصر الجاهلي، كما امتد تأثيرها إلى ما بعد الإسلام بقرون طويلة. إلا أن كل ما يتداول عن هذه القبيلة يتداخل فيه الخيال والحقيقة، لذلك سنقدم في هذا المقطع أهم المعلومات التاريخية الموثوقة عن ماضي وحاضر قبيلة تغلب. هي تغلب بنت وائل، قبيلة عدنانية تعد من أعظم قبائل العرب قبل الإسلام وبعده. اشتهرت في حرب البسوس بينها وبين أختها قبيلة بكر بن وائل، وقد دامت هذه الحرب 40 عاما، وكان سبب اندلاعها قتل جساس بن مرة البكري سيد تغلب كليبا بن ربيعة، فهب المهلهل بن ربيعة الملقب بالزير يطلب ثأر أخيه، وقد خلف الزير في سيادة قبيلة تغلب حفيده الشاعر عمرو بن كلثوم الذي ساد قومه وهو ابن 15 عاما، وكان فارسا أبيا جريئا حتى بلغ من أمره أن فتك بالطاغية عمرو بن هند في بلاط سلطانه، وبه يضرب المثل في الفتك فيقال أفتك من عمرو بن كلثوم، وهو صاحب المعلقة المشهورة التي مطلعها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأنذرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. وكان بنو تغلب يعظمونها جدا ويرويها صغارهم وكبارهم، وكانت العرب تقول لو وضعت أشعار العرب في كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت بأكثرها. أما الموقع الجغرافي للقبيلة فقد سكن بنو تغلب في الأصل الجزيرة العربية، ثم انتقلوا في موجات هجرة متتالية بدأت في القرن 3 الميلادي شمالا إلى العراق، وكانوا على دين المسيحية، وقد بلغوا من شدة بغيهم وجورهم أن قيل لو أبطأ الإسلام لأكل بنو تغلب الناس، في دلالة على كثرة التغلبيين وقوتهم في الجاهلية. أما في حاضرنا فأغلب بني تغلب اليوم يعيشون في عسير ضمن قبائل ربيعة، ومنهم بنو شعبة في تهامة بالمملكة العربية السعودية، ومن تغلب أيضا بطون تقطن في سلطنة عمان. وقد ظلت القبيلة على دينها المسيحي حتى أوائل العصر العباسي، وحالفت الدولة الأموية ونصرتها على أعدائها، وقد كان من أعلام هذه القبيلة في هذه الفترة الشاعر الأخطل، شاعر بني أمية ولسانهم المدافع عنهم، الذي نال حظوة رفيعة عند الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وفي العصر العباسي دخلت القبيلة الإسلام، وكان منها فرسان وعظماء لعل أهمهم بنو حمدان الذين أسسوا إمارة حكمت بين الموصل وحلب، وتوسع نفوذها لتشمل أجزاء أخرى من العراق والشام، وكان من أعلامها الأمير سيف الدولة الحمداني وابن عمه الشاعر أبو فراس الحمداني.